السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في محاضرة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنشتغل تشابتر 3 الفصل الثالث في The Prisoner of Zenda سجين زندا. كنا وصلنا في التشابتر 2 إن رودولف رازندل went to the capital to replace the king in the coach. عرفنا إن هو while he was walking in the street، هو مش في الشارع، he saw Madame Antoinette Dumoulin. مدام أنتونيت دوموبان سنة تالتة أول ما شافته the expression on her face it changed. فرودولف رازندل thought she recognized him and she would shout and tell people that he wasn't the real king. النهاردة رودولف رازندل بيقول لنا إيه يا شباب؟ بيقول أنا dressed as the king's أو in the king's of روتانيا، أنا متنكر في زي ملك روتانيا، متوقع إن أنا هسمع مدام أنتونيت دوموبان shouted and tell everyone that I am not the king. الغريبة يا شباب ان no one shouted، محدش صرخ، حاجة غريبة جدا. يبقى perhaps احتمال ايه؟ احتمال يا شباب ان she hadn't recognized me، معرفتنيش. فهو بيقول هنا وهو ماشي سمع حاجة غريبة جدا، سمع مارشيل ده give order، بيدي امر to his men to change the way، يغيروا الطريق and enter the poor area، ويخشوا المنطقة الفقيرة. طبعا سنة تالتة انت فاهم ان المنطقة الفقيرة people in this area supported Duke Michael. فرودولف استغرب فبدأ يسأل المارشال بيقول له ايه؟ بيقول له يا ابني why have we changed our route؟ ليه غيرنا المسار بتاعنا؟ قال له it's better this way، ده الأفضل. طبعا رودولف شاب هنا عارف ده not the better way، people in this area supported Duke Michael، they might attack or kill the king، ممكن يهجموا على الملك او يقتلوه. فخاف بس، خاف من ايه يا سنه ثالثه؟ خاف لا تكون دي ذا مارشيلز واي، طريقه المارشيل تو تيست هيم عشان يختبره، بقى مش عارف يتصرف ازاي يا شباب. فهو بدا يفكر طب انا اتصرف لو انا ملك هتصرف ازاي؟ راح قال جمله مهمه جدا، قال له ايه؟ قال له tell your soldiers to ride ahead of me، خلي الجنود بتوعك يسبقوني. I don't need them or you، انا ولا عايزك ولا عايزهم. You can wait stand on to هنا وانا enter in this area alone، هخش المنطقه دي لوحدي. I want the people in this area to know that their king trusted them، بيثق فيه. يبقى هنا سنه ثالثه نقدر نقول حاجه، يعني سؤال مهم جدا. On his way to the coronation، في طريقه الى التتويج، رودولف رازندل did something، عمل حاجه the real king، الملك الحقيقي، never did، عمره ما عملها. قلت له he decided to enter the poor area alone to show the people in this area that their king trusted them. طبعا رودولف رازندل لما قال كده الراجل مارشيل وقف مذهول يا جماعه، حتى ثبت يا جماعه عايز شيك هيز هيد، يعني هز راسه كده دونت انت ما تخشش. هو عارف يا شباب ان هو ان اف هي واز كيلد ان ذيس اريا، لو اتقتل في المنطقه دي ساعتها هو ثابت بوزيشن، وضع ثابت وود بي ورس، هيبقى اسوء بكتير. المهم ان رودولف طبعا راح مزعق في مارشيل، دونت يو اندرستاند مي، انت ما فهمتنيش، تيل يور سولجرز تو جو، خلي جنودك يمشوا. اي شاوتد، قعدت صرخ. رودولف داخل يا شباب المنطقة وبيقول لك يعني هو I realized، أدركت قد إيه يا شباب إني يعني my clothes، ملابسي my uniform is clean، نظيف compared to the old building، مقارنة بالمباني القديمة دي. طبعا الناس فضلت واقفة في الطريق، أو الناس واقفة مستغربة. بدأ الشباب some people smiled، ناس تبتسم and cheer، تهتف، while other people، بينما في ناس تانية looked at him angrily، بدأ يبصوا له بغضب. زي ما انت شايف الصورة كده، في ناس مبسوطة وفرحانة انما ناس تانية بصة له بغضب. طبعا هو الناس، هو بدأ يسمع الناس، واحد بيقول I'm surprised that he in his own، الملك داخل لوحده، he is taller than، أطول ما I thought، انا اعتقد. طبعا هو عمال يبص كده، شايف مين بقى؟ شايف كده شايف مين؟ He saw paintings of Duke Michael،
شاف صور مايكل اون ذا ويندوز في الشبابيك، فعرف قد ايه ان بيبل ان ذيس اريا سبورتد ديوك مايكل، دعموا مايكل. رودولف خلص يا شباب وعدى خرج من المنطقه الفقيره، طبعا ده وقت التتويج خلاص، فدخل هناك لا طبعا بلس قصر فول اوف بيبل مليان بالناس، معرفش حد هو بالوصف بتاع سبت شاف كده ا بيوتيفول يانج وومن، شابه جميله كده ويز ريد هير شعرها احمر، اللي هي طبعا برنسس فلافيا اميره فلافيا ذا رويال كازن بنت عم الملك، وشاف واحد ويز دارك ايز اند دارك هير ديوك مايكل. خلي بالك مايكل ذا فيس، وش مايكل تيرند انتو وايت بقى شاحب وين هي سو رازندل، لما شاف رادولف رازندل ان هو سنه ثالثه لغايه اللحظه دي ما كانش متوقع ان في حد هيجي او ان الملك هيبقى موجود. رودولف رازندل كل اللي افتكره عن اليوم ده حاجات بسيطه جدا، يعني هو فاكر ان في جولدن كراون تاج ذهبي بينج بليزد اون هيز هيد، اتحط كده على راسه، وبدا في برومسز وعود كان لازم ان هو ريد اوت يقراها بصوت عالي، بدا في بيوتيفول ميوزك موسيقى جميله جدا ووز بليد لما سام وان اناونسد ذات رودولف ذا فيفث از ناو ذا كينج فور ذا. ديوك مايكل راح له كده طبعا بانجل، هو غضبان يا شباب، كونجراتوليشنز مبروك. اليوم عدى رودولف رازندل التتويج كده خلص، هو بيقول طبعا ان هو بدا يقف قدام القصر عشان ويلكم بيبل وامبورتنت بيبل هو كيم تو سي هيم. طبعا رودولف رازندل بيكيم وورد وين هي سو ا مان هي نيو فروم انجلاند لورد توفرام، بات ذيس مان هاد بور ايز نظر ضعيف، حظ رودولف ان الراجل ده نظره ضعيف ما قدرش يتعرف عليه. طبعا هو ركب عربيه مع برنسس فلافيا، عربيه بحصان بتلف الشوارع، الناس بتهتف وين از ذا ويدنج، امتى الزفاف. طبعا برنسس فلافيا سنه ثالثه اول ما ركبت معاه العربيه، دو يو نو رودولف، تعرف رودولف يو لوك ديفرنت توداي، شكلك مختلف، يو لوك مور تايرد، اكثر ارهاقا، مور سيريس، اكثر جديه، اند اي ثينك يو ار ثينر، وحسب انت بقيت ارفع. فرودولف قال لا اي ثينك اي ونت تو تشينج، انا قلت اتغير وين اي بيكام ذا كينج لما ابقى ملك. قلت له يو هاف اتغيرت؟ اي هير ده انا سمعت ايه كمان؟ سمعت ان انت رودز روزا اولد تاون الون، ان انت ركبت دخلت المنطقه الفقيره لوحدك. ذات سربرايز دي مي، ده ادهشني. ما هي عارفه يا شباب ان ذا ريل كينج الملك الحقيقي يا جماعه كان ونت دو ذات، ما عمره ما كان هيعمل كده. ذا بيبول زير، الناس هناك ماست ابريشيت ذات، هيقدروا الكلام ده. قال لها اي هوب سو، اتمنى ذلك. رودولف رجع سنة تالتة للبلس القصر ودخل الغرفة النوم بتاعة الملك مع فريدز ومع سبت. طبعا زينوير فيري هابي، سعداء جدا ذات زير بلان سكسيد، لان الخطة سكسيد نجحت. فريدز اول ما دخل بيقول ايه سنة تالتة، ذات ووز ا داي تو ريمبر، النهارده يوم تاريخي. اي ثينك ايد لايك تو بي ا كينج فور ا داي، نفسي ابقى ملك يوم واحد. بات رازندل يو ماستنت تراي تو هارد، ليه رازندل مزودها؟ ما تحاولش تزود فيها قوي. واي ديد يو انتر ذا بور اير، ليه دخلت المنطقه الفقيره؟ ات وزنت ا جود ايديا، ما كانتش فكره كويسه. ديوك مايكل وودنت لايك ات. اف ذا كينج بيكيم بوبيلر ويز هيز بيبول، مع الناس بتاعته. يبقى لازم نفهم يا سنه ثالثه ان فريدز was against the idea، كان رافض الفكره ان رودولف رازندل انتر ذا بور اريا، because ديوك مايكل wouldn't like it، مش هتعجبه الفكره دي، wouldn't like the idea if the king became popular among or with his people. فرودولف رد عليه يا جماعه، يعني انا in few hours، كلها كام ساعه، and I'll become، هرجع تاني رودولف رازندل، هرجع بلدنا، هرجع رودولف رازندل شخصيتي الحقيقيه. فسبت طبعا قال له بس قول لي اف يو يعني ستي لايف از لونج از، بس يا رب تفضل عايش لغايه هذه النقطه.
طيب يبقى ده الجزء ده المهم، ونشوف الجزء الثاني بين الشابتر في الجزء الجاي ان شاء الله.